أكد وليد المعلم وزير الخارجية السوري أن أي تدخل عسكري في بلاده سيكون في مصلحة إسرائيل وجبهة النصرة، محملا الولايات المتحدة التأخير في عقد مؤتمر جنيف 2. واعتبر المعلم خلال مؤتمر صحفي عقده بدمشق أن أي ضربة عسكرية ستواجه بكل الإمكانات السورية المتاحة. الحكومة السورية على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم الاتهامات الغربية لها باستخدام السلاح الكيماوي والتهديدات المتواترة بتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، وأعرب المعلم عن عدم اقتناعه بحصول ضربة عسكرية، معتبرا أن سبب التهديدات هو تقدم الجيش الميداني في ريف دمشق، ومؤكدا امتلاك بلاده أدلة على ما جرى في الغوطة ستكشفها في الوقت المناسب. نفيت نفي قاطع لي كيري هذا الأمر. أقول لا توجد بلد في العالم يستخدم سلاح دمار شامل ضد شعبه. إذا كان لدى من يتهم قواتنا المسلحة دليل على استخدامها لهذا السلاح، أتحداه أن يظهره لرأيه العام. وبخصوص التهديدات بالضربة العسكرية على سوريا، استبعد المعلم حصول هذه الضربة معتبرا أن التهديدات تأتي ردا على تقدم الجيش السوري بشكل استباقي في الغوطة بهدف طمأنة سكان دمشق. لا يوجد منطق تحليلي سليم يرجح حدوث الضربة، وأنا أربأ بدولة مثل الولايات المتحدة أن تقوم بذلك خدمة لجبهة النصرة في سوريا. وأشار المعلم إلى أن أي ضربة عسكرية محتملة لن تؤثر على الإنجازات الميدانية للجيش السوري في الغوطة، ولم يستبعد أن يكون الحشد السياسي والعسكري الراهن لصرف النظر عن شحنات الأسلحة التي تزود بها المعارضة. وبخصوص سبل الرد على أي ضربة، أوضح المعلم أن الرد سيكون بالوسائل المتاحة، مؤكدا امتلاك أسلحة للدفاع عن النفس ستمثل مفاجأة، وترك الباب مفتوحا بالنسبة للرد السياسي، مفضلا ضربة عسكرية على محاولات الابتزاز الأمريكية، واعتبر أن واشنطن نسفت مؤتمر جنيف. في حال صارت الضربة، أمامنا خيارين، إما أن نستسلم أو أن ندافع عن أنفسنا بالوسائل المتاحة، وهذا هو الخيار الأفضل. أنا لا أريد أن أذكر أبعد من ذلك. وفند المعلم تصريحات وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الأخيرة حول تأخر دمشق بإعطاء موافقتها على دخول المفتشين الدوليين، مؤكدا أن دمشق تعاونت منذ اللحظة الأولى. وتحدى المعلم أي أحد أن يقدم دليلا على استخدام الجيش السوري للسلاح الكيماوي، متهما الأمريكيين بالمماطلة في إرسال المفتشين تجنبا لإدانة المسلحين. وأوضح وزير الخارجية السوري أن الخبراء الأمميين تعرضوا لإطلاق نار من القناصة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الغوطة الشرقية، مؤكدا امتلاك دمشق لأدلة على ما جرى، مشيرا إلى أن الخبراء الروس قدموا تقريرا مفصلا للأمم المتحدة حول خان العسل. وأكد المعلم على وجود تنسيق مستمر مع روسيا وإيران على جميع المستويات، نافيا وجود معاهدة دفاع مشتركة بين طهران ودمشق. وفي تعليق للمعلم بشأن اجتماع رؤساء أركان جيوش عربية وغربية بالأردن، أكد أن لا مصلحة للأردنيين بضرب سوريا، مؤكدا أن أمن البلدين مترابط.